هناك قصة تنقل، وهذه القصة مضمونها هو مضمون حقيقي يتكرر في طول التاريخ. يقال أن مجموعة من المؤمنين هؤلاء اجتمعوا في النجف الأشرف، من أماكن متفرقة اجتمعوا في النجف الأشرف، وبدأوا بالدعاء والإطاعة لله سبحانه وتعالى. 313 واحد، لأنه أكو في الحديث إذا كمل أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام يظهر كملوا، يعني ناس بمستوى تحمل المسؤولية. الحلقة المقربة 313، الحلقة الثانية 10,000، إذا هذول كملوا الإمام يظهر. فذول اجتمعوا 313 واحد في النجف الأشرف بالدعاء والطاعة، وكانوا من خيرة المؤمنين. ثم بعد ذلك قالوا إحنا 313 مؤمنون نعبد الله سبحانه وتعالى في قمة الإيمان، فلماذا الإمام لم يظهر؟ والإمام تكليف أن يقيم العدل، لكن إذا تهيأت الظروف. فاختاروا أفضلهم، أفضل ذول 313 اختاروا ليذهب إلى وادي السلام، عسى ولعل يلتقي بالإمام أو بواحد نائب عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويوجه هذا السؤال له، أنه إحنا جنود جاهزون، فلماذا لم تظهر؟ وطبعا وادي السلام حسب الأحاديث أرواح المؤمنون تجتمع فيه، إحنا نشعر بالجانب المادي فقط، أكو جانب غير مادي لا نشعر به. إذا نريد نمثل فد مثال بسيط، إحنا الآن في هذه الغرفة أو في هذه الصالة، وفي هذه الصالة الآن آلاف الأمواج التلفزيونية موجودة من الفضائيات والإذاعات كذا، لماذا لا نشاهد الصور الآن مع أنه موجود الأمواج؟ لأن حواسنا ما إلها قابلية إلى التقاط هذه الأمواج، هي موجودة هذه الأمواج، لكن جسمنا ليست له قابلية لالتقاط هذه الأمواج. إذا جبنا جهاز تلفاز أو مذياع، هذا المذياع إلى قابلية للالتقاط، هي الأمواج موجودة بس إحنا ما نشعر بيها، إلا إذا كان جهاز، هذا الجهاز إلى قابلية. الآن إحنا أجسامنا منحصرة بالأمور المادية، في نفس هذا المكان أكو باطن وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا الباطن إحنا لا نشعر به لكن الإنسان الميت يشعر به. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الآن في هذا المكان مليء بالملائكة والشياطين ولعله أرواح المؤمنين، إحنا ما نشعر بهم لأن هذه حواسنا ما إلها قابلية التقاط أو الشعور بهذه الأمور. على كل حال وادي السلام إن إحنا عندما نروح إلى نشوف مقبرة، وقد تكون مقبرة مخيفة، لكن هناك أرواح المؤمنون تجتمع هناك وهم في قصور ومنعمون، لكن إحنا ما نشعر بنعيمهم، هم موجودين بس إحنا ما نشعر بنعيمهم، لا نشعر بقصورهم، لا نشعر بحورهم، بس هي موجودة. على كل حال فهذا الشخص خرج من النجف إلى وادي السلام وهو ملتصق بالنجف، وطلبه أن يلتقي بالإمام أو بنائب عن الإمام ويسأله عن السبب. عندما دخل كان هو بمستوى من الإيمان والورع والتقوى اللي كان له قابلية لأن يشاهد بعض الأمور، لأن هي درجات، الإيمان درجات. فالله سبحانه وتعالى كشف عنه غطاءه فشاهد بيوت وقصور وأماكن، لعلها أرواح المؤمنين كانت أو من الجن كانوا. فأحدهم، أحد ذولاك الناس اللي بالمكاشفة شافهم، دعاه إلى منزله
وبعد ذلك عرض عليه أن يتزوج بنته. قال تعال اتزوج بنتي. فليلة الزفاف دخل في غرفة العروس، بمجرد أن دخل في الغرفة طرق الباب، قال ها شكوش؟ قالوا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلبك. قال زين، قول الإمام شوية ينتظر لحظات دقائق. طول طريقة الباب مرة ثانية، الإمام ينتظرك عجل. قال خلي شوية الإمام ينتظر. المرة الثالثة طرقة الباب فصار عصبي، قال له هسه الإمام ما شاف له غير وقت، هذا غير هذا الوقت، ليلة زفافي وليلة عرسي وأنا داخل في الغرفة هذا الوقت يطلبني. بمجرد أن ذكر هذا الكلام فجأة رجع علي الغطاء، وإذا به يرى نفسه في المقبرة. رجع إلى أصحابه قال أنا أفضلكم وهالشكل، أرجح الدنيا على الإمام عليه الصلاة والسلام. فإحنا مو بذاك المستوى من تحمل المسؤولية. زين، هذه القصة هي قصة حقيقية، لنفرض أنها مثل، لكن مضمون القصة هو صحيح. ذول اللي كانوا مع الإمام الحسين منو كانوا؟ الإمام خرج من المدينة 2500 نفر مع الإمام. ليش؟ لأن الإمام كان دا يخرج لكي يكون في الكوفة هو الحاكم. 2500 واحد وياه في زرود. حينما وصل خبر استشهاد مسلم بن عقيل 1500 منهم طاروا، وفي ليلة 9 من المحرم والعاشر من المحرم 1001 كانوا، أكثر من 900 واحد في تلك الليلة 9 والعاشر هم طاروا، وبقى مجموعة قليلة جدا. هاي المجموعة القليلة 30 واحد بعدين التحقوا بجيش الإمام في يوم عاشوراء، مو فقط الحر، 30 واحد أيضا التحقوا بجيش الإمام. على العموم، وقسم منهم أقرباء الإمام 16-17 واحد منهم، وأمير المؤمنين كذلك. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الصحابة خذلوا أمير المؤمنين، إلا القليل من موافى لرعاية الحق فيهم. إذن إذا إحنا لنكون بالمستوى المطلوب لا سمح الله في الموقع المفصلي في الامتحان، واحد لعله يسقط. لذا في الحديث أعوذ بك من مضلات الفتن، أكو فتن تضل الإنسان. واحد من الإخوة هو نقل لي شخصيا قال أنا هذه الكلمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كنت أقرأها من أعماق القلب، وأتأسف كثيرا أن الله سبحانه وتعالى خلقني بعد قضية عاشوراء بأكثر من 1200 عام، وكنت متأكد من نفسي على أنه لو كنت في يوم عاشوراء كنت من أنصار الإمام. يقول في ليلة من الليالي، هو شخصيا قال لي يعني بدون واسطة، يقول رأيت في الرؤيا يوم عاشوراء وأنا من جيش الإمام. يقول ذهب الأصحاب وقتلوا، بقيت أنا والإمام. الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين قال قاتل دوننا، يلا تفضل، مو أنت دائما تقول يا ليتنا كنا معكم، يلا هذا يومك. يقول رفعت يدي وقلت له لا. والمرة ثانية الإمام قال لي قلت لا. المرة الثالثة الإمام قال لي قلت لا، فاستيقظت مرعوبا من النوم وحمدت الله سبحانه وتعالى أنه كانت رؤيا، ولو كان في عالم الحقيقة من سمع واعيتنا فلم يجبنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. فإذن علينا بالورع والعمل وتهذيب النفس والدعاء حتى إذا الإمام ظهر نكون من أعوانه لا من أعدائه، والعياذ بالله.